عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيستيفال نوات. اليوم دخلنا للنهار الثالث، يعطيكم الصحة اللي جيتوا الكل، فما فيكم اللي ريناهم في النهارات الأولانيين، فما اللي جاوا اليوم أول مرة، دونك مرحبا بكم. اليوم نهار الثالث، دونك فما اللي حضروا فيكم على الفيلم 200 متر اللي مازال يوفي، واليوم في البروغراماسيون خممنا أنه نحلوا باب النقاش. صحيح موضوع المهرجان اليوم هو كسر الحدود، لكن اليوم زاد اخترنا انه فما موضوع حارق، واخترنا انه نعملوا عليه دو ديبا اللي هو موضوع الاعلام. دونك اخترنا انه نحلوا النقاش هذايا اليوم. كونسيرنو الفيستيفال مازال غدوه نهار الاختتام، فما الكونسير تاع الفا داير، مازالوا فما تسكر كان تحبوا تمشيو ايفيدامون، فما الماجازين اللي تنجموا تطلعوا عليه، اي لي زوتر اكتيفيتي الكل، اكسبو، في ار كورنر اكسيترا. دونك مرحبا بكم، وون تري رافي دو فوز افوار هوني. احنا عايشوا في بلاد يسكنوها 12 مليون نسمة، منهم 8 متصلين شبكة الانترنت، وهذا يقارب 70% من مجمل السكان، رقم كبير كي نعرفوا لي دمقراط الانترنت في تونس عمرها اقل من 20 سنة، وانه باب حرية التعبير والصحافة تحل عنده 10 سنين. اليوم نعملوا كل شيء في انترنت، نحكيه ونتفاعله، وكذلك تبعوا الاخبار والوضع متاع بلادنا. زادة شبكات التواصل الاجتماعي خذت حيز كبير من علاقاتنا، 90% من التوانسة مثلاً اللي موجودين في انترنت عندهم حساب في فيسبوك. كل هذه التطورات أثرت علاقتنا أكيد بالإعلام والصحافة والأحداث، ومع تغير تصرفاتنا وقت تركيزنا اللي تعدى من 12 ثانية على انترنت من عام 2000 إلى 4 ثواني اليوم، وسائل الإعلام التقليدية تلقى اليوم قدامها مشهد إعلامي جديد متكون من فاعلين متنوعين عندهم توجهات تحريرية اقتصادية فريدة، وعملت مكان لها في ذهن المتلقي التونسي بإنتاجات مصممة لتطور مستعملي الانترنت التونسي بكل شرائح. اليوم باش نناقشوا كل هذه التحولات، وباش نفهموا كيفاش تجد المشهد الجديد هذايا وعلاقته بمحيطه وشنو تموقعه. هذاك علاش اليوم سعداء جدا انه نفتتحوا حوار الفاعلون الاعلاميون الجدد، صحافه ام صناعه محتوى. ومعنا اليوم في النقاش، وهذه حاجه ما تصيرش ديما، انه بانيل 100% نسائي، وانا ياسر فرحان انه يكون من نصيبي انا اني ندير الحوار. اليوم معنا ثلاثه ضيوف اللي هما باش يعطيونا فكره على كل الاسئله اللي كنا نطرحوا فيها واكثر. اولا نبداو بزينة الماجري على بوبلي، مرحبا بك. تعديت بمنوبه ايزام، مرحبا بك، هذا سنوفي ان بوان كومان. وبعديد التجارب في المجتمع المدني ومنظمات دوليه، مشاركه فعله في مشروع فالسو من سنه 2020، واليوم تبعوها في موزايك، ودخلت في مغامره جديده مع بوبلي. بشرى الجسم على فازة مديرة المحتويات، فازة من 2018، وكنت شاركت في انطلاقة المشروع وتطويره من 4 سنوات، وخدريجة مدرسة التجارة وميتي ميديا. نوفيو بريم سعودي، مرحبا بك، تعرفوها في جريدة صباح من عام دار صباح من سنة 2009 في جريدة الورقية، وإلا تعرفوها في المظاهرات أكيد أكيد عرضتكم في الشارع، وعضوة بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. مرحبا بكم الكل، ويعطيكم الصحة اللي قبلتوا الدعوة. ننطلقوا في الحوار، انا ماذا بيا نبدا انتور دو تابل على كيفاش تراو اليوم وضعيه حريه الاعلام والصحافه في تونس بعد 10 سنين من الثوره، وقت اللي العالم وصل على مستوى الاعلام ان كارفور، انه في مفترق طرق مع طلوع انترنت ولي ريزو سوسيو، وزيد من الفوق انه شفنا مثلا انه الوضع في تونس دهور على مستوى الحقوق والحريات، وخسرنا 20 بلاصه في ترتيب ار اس اف مؤخرا. دونك نحب نسمع هكا شوية فوتر سنتي على الوضع توا. خلينا نبدأ بريم على النقاب. مرحبا بكم وشكرا للاستضافة. موقفي في اتجاهين، الاتجاه الأول هو الكاسكيت الأولانية اللي كعضو في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بطبيعة بياناتنا عكست مواقفنا مؤخرا، وخاصة بعد 25 جويلية اللي قلنا فيه أنه هو نحن نستشعر بقوة تهديدات لحرية التعبير والصحافة وحرية الرأي وحرية النشر، ولهذا انعكس بصفة واضحة في حجم الإيقافات اللي تسجلت، الناس اللي تعدوا على المحكمة العسكرية، وفي نفس الوقت فما أنا اللي هو يفرحني تقريبا، فما ريزيستانس، فما حالة متاع صد قوية زاد في نفس الوقت من الصحفيين التونسيين اللي هم كانوا دائما في الصف الأول
واللي كانوا دائما هم اللي يواجهوا في محاولات العودة للوراء. وفي نفس الوقت زاد حتى المواطن التونسي, المواطن التونسي اللي ما زال حتى لليوم يرفض وغير قابل أنه هو يرجع خطوة حتى التالي, وإلا ما يعبرش على رأيه كيف ما يحب. واللي هذا زاد يخلينا في نفس التام اللي احنا اليوم فيه, اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كانت حقيقة مجال كبير وواسع لترسيخ حرية التعبير والرأي. وفي نفس الوقت زاد حتى مع الهنات اللي فيها والإشكاليات اللي طرحتها, لكن لا يمنع إنها هي آلية من آليات الصد اللي احنا اليوم قاعدين نعتمد فيها. أسبر بيان كو نبقوا في نفس الخط, ما نوخروش التالي. احنا كنقابة وانا كاعلامية وصحفية في نفس الوقت رانا مناش باش نسلموا حتى 1%, بالعكس احنا ديما باش نكونوا في الصف الاول كيف ما قلت. وفي نفس الوقت زادا نحبوا المجتمع المدني, المجتمع السياسي, النقابات كلها تكون معنا, خاطر راهو كانت رجعنا خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة اللي تبني الكل راهو تهد, وبالعكس راه نجمو نرجعوا التالي أكثر. زينة شنو رأيك؟ ساعة أول حاجة مرسي بوكو على الانفيتاشن. نصور الناس كلها تعرف شوية بوبلي على قليلة شفتونا في نهج البوستة, سيري نهج البوستة. باش نرجع على كلام ريموشا, جست نرجع شوية للوقت مع الدستور 59. شنو نقولك؟ نقولك حرية التعبير ولا حرية الضمير ولا أي حرية أخرى موجودة في الدستور 59 حسب ما يضبطه القانون. معناها بن علي في حديثه بعد حتى في التعديلات اللي صارت حتى في التعديلات نتاع الدستور يقولك حسب ما يضبطه القانون. جينا في دستور 2014 أو على الأقل من بعد الانفجار الثوري الغير مسبوق متاع 2011 نحيناها. دونك وليت فما وليت فما فوالا اكزاكتوم, دونك حريه التعبير مضمونه, لكن حتى الرقابه كانت رقابه, وليت رقابه بعضيه, ما عادش فما رقابه قبليه لحريه التعبير في حد ذاتها. المشكله اللي واجهناها في 2011 الى حدود ممكن ما زلنا نواجه فيها شويه ولو انها نقصت, هي الموجه الكبيره نتاع التوانسه اللي مشاو لمواقع التواصل الاجتماعي ولصفحاتك 100% مزود وعسلامه تونسي وهذاكم الكل, اللي ولات سورس دانفورماسيون بالنسبه للتونسي. دونك قلت ثقه التونسي في الاعلام التقليدي اللي غاتجو تلفز الجرايد وغيرهم وكل شيء, وحتى الميديا الالتيرناتيف اللي حاولت انها تخلق بديل بعد الثوره كيف كيف دخلنا في الكلاسيفيكيشن نتاعها انها وليت هي زاده كلاسيك بالنسبه للتونسي. دونك دخلنا كما تفكروا صراع الاجيال جينيريشن جاب كنا نقراو عليه قبل في النوفيام وفي الويتيام, احنا توا دخلنا في صراع اللهجه في حد ذاتها. دونك ما عادش نحكيو بنفس اللغه اللي يتكلم بها التونسي البسيط. دونك خلقنا احنا بينا كميديا خلقنا فئه من الشعب التونسي اللي مارجيناليزي في الانفورماسيون بيدها. دونك ولينا احنا نحكيو بلغه وهما يحكيو بلغه اخرى جملة, ولا خلينا نقولوا احنا كنا نحكيو معهم نفس اللغه لكن احنا اللي بعدنا عليهم. في 2012 صارت اتاك كبير على الصحافه في تونس وعلى الصحفيين والاعلام في تونس, اللي فما كصفحات اللي نتفكروها الكل اللي تتكلم باسم الجماعات الاسلاميه وغيرها وكل شيء, اللي شكت وحاولت انها تشكك في مصداقيه الاعلام التونسي, وان سيغتان نيفو راهي نجحت فيه برشا, وهذا اللي خلق الجاب اللي احنا موجودين فيه اللي موجودين فيه اليوم. ما نعرفش دستور 2022 دستور الجمهوريه الجديده شنو باش يكون فيه فيما يخص حريه التعبير, الله اعلم. هكاك بون سيدي محرز وربي هما الوحيدين نجموا يجاوبوكم. ما غيالمون احنا كمجتمع مدني ولا كاعلاميين ولا كصحفيين كما كنت تقول ريم, فما خلطنا النيفو به بعد الثوره فيما يخص حريه التعبير وحريه الاعلام اللي ما يلزمناش نرجعوا به التالي. ريم حاب نقول لك اللي احنا ديجا قاعدين نرجعوا التالي اليوم. واحد من اهم الحاجات في حريه التعبير ولا في حريه الصحافه وحريه الاعلام هي النفاذ للمعلومه, المعلومه الصحيحه سورتو. احنا اليوم رئيس الجمهوريه وين نسمعوا فيه؟ ما نحلوا باج فيسبوك, معناها براتيكمون الكونتاكت الوحيد مع قيس سعيد اليوم في الباج فيسبوك نتاعو. رئيس الحكومه ما
عادش تحكي معنا كإعلام في تونس، وليت تحكي مع فرنس 24. وعدنا البوق نتاع رئيس الجمهوريه اللي هي التلفزه الحكوميه، ما عادش نحب نسميها التلفزه الوطنيه. دونك براتيكمون رانا رجعنا خطوه التالي على الاقل في الباز نتاع حريه الصحافه حريه الاعلام اللي هي النفاذ للمعلومه. زينه بشرى سامحني صباح. احنا كم اوني ميديا كي ناتيف في التولد في لي ريزو سوسيو في وقت لي ريزو سوسيو، وقت احنا بدينا نشوفوا برشا في لي ريزو سوسيو جوستمون يا فما بوكو دانفورماسيون، مش كل صحاح ومش كل غلطين بحر غادي هو لي فاسون انترنت بحر في حد ذاته، دونك عادي باش تلقى فيه تو نيمبورت كوا. اي سورتو بور لوتر كا انا نحكي على فازا، نشوفوا في برشا طاقات سلبيه، سيتي تري نيجاتيف. وأمتان تخرج الشارع تشوف برش حاجات محليهم، تشوف برش عبيد طان في حاجات محليهم، كحتى حد ما يحكي معهم نقدو نحكيه، وكان على حاجات الخايبة اللي يلزم نحكيه عليهم، يلزم نحطهم en avant، ويلزم معناتها نديبا عليهم الحكاية هذوما. مي دان لوت كوتي ثم اون طاقة أخرى دو لوت كوتي كي نفو با نو بلو مارجيناليزي ولا نو با رغاردي، على خاطر جو بونس اللي كي تشوف اللي ثم حاجات بوزيتيف برشا قاعدة تصير en même temps تنجم هذيك تعطيك طاقه باش تنجم تتباع على النيجاتيف، تنجم تكمل تقف وما تهبطش يديك ايتترا. depuis 2011 لليوم certainement فما une évolution معناتها، وديما chaque évolution فما بوزيتيف وفما فيها نيجاتيف زيد، وبلي ريزو سوسيو بانترنت فما amplification كبيره، c'est exponentiel، l'information circule très rapidement، la désinformation aussi. et donc je pense que c'est à nous, que ce soit les nouveaux créateurs de contenu ou médias natifs des réseaux sociaux ou les natifs d'Internet ou les géobadathaura, mais aussi les médias mainstream, les toulamorham aujourd'hui, la radio, la télé, etc. Je pense que c'est notre devoir à nous de pouvoir justement natif qui m'a parlé de la vraie information, ou en tout cas l'information qui est sincère. Aïe insane m'ajoute. هو قلتوا برشا حاجات يظهر لي في المداخلات نتاعكم الكل، وناخذ نلتقط منها شويه نقاط قدم بهم، انه كما كنتوا تحكيوا معناتها انه فما اون ايفولوسيون اللي هي تبعت زاد الوضع اللي تعدات به البلاد، وكما قلت انه وخرنا شويه في حاجات، قدمنا في حاجات، فما مكاسب. فهذايا كما قلتوا ان انتروداكسيون خلى انه فما ميديا جدد اللي هما ظهروا، واللي معناتها لو باراديغم اللي نعرفوه نتاع الاعلام التقليدي الي بوسكولي شويه. انا جو مدرسي جوستومون او دو ميديا ناتيف جوستومون بوبلي وفازا، ونسال فينالمون السؤال تاع الديبا، هل انتم تعتبروا انه سكو فو فيت سي دو جورناليزم والا دو لا كرياسيون دو كونتينو؟ على خاطر احنا نجمو نعتبروا انه لو جورناليزم هو، خاطر هوني نركب على كلام بشرى، انه فكره تتبع الاحداث، انك عندك مهمه انفورماتيف، انك انت ايصال المعلومه كما انت قلت. فهل اليوم بخدمتكم اليوميه تعتبروا تحطوا روحكم، ميم سي بيان سور سي فلويد وانه حاجات تتحرك، وين تحطوا روحكم اكثر اليوم؟ لازينا والله هو راهو انا ما نراش، ولا على الاقل في بوبلي ما نراوش اللي يلزمنا نحطوا روحنا في بلاصه. راهو معناها حابين نعملوا كونسيبت جديد اللي فريمون في تونس ماهوش موجود، ما فماش حاجه اخرى اك الموديل اللي لقيناه في تونس باش نجموا نتبعوا عليه باش نعملوا بوبلي. غير ما لقينا فما بوزوان انه توينسا فما مشكله نتاع ثقه ما بين التونسي والاعلام التقليدي، ولا ما بين التونسي والسياسيين في حد ذاتهم، ولا خلينا نقولوا النخبه المثقفه في تونس الكل. دونك حابين نعملوا حاجه اللي تقرب شويه للكوميونيتي اللي احنا اغلبنا على القليله منها، اللي هما الحوم الشعبيه، اللي هما التوانسه اللي ماهمش انفورمي بيان انفورمي، التوانسه اللي ما يحبوش يحكيو في السياسه بنفس المنطق نحكيو به في السياسه في لي بلاتويت نتاع التلفزه واللي راديو وكل شيء. التوانسه اللي يحب يحكي زاده بالكلمه زايد دايوغ، ما عرفش اللي يعرفوا بوبلي راهو عندنا على بعض وكل شيء. ديجا شاده روحي باش نقولش كلمه من بكري. دونك ليدي انه نعملوا حاجه جديده، ما نحطوش روحنا في قالب ديجا موجود. دونك وهذاك كيفاش جات بوبلي وتبنات في 2019. 2019 مش برشا تعرف بوبلي، مي توا 2020 2021 2022 قاعدين نقدموا في كونتوني مزيان. دونك فما الكونتنت كرييشن، معناتها نخدموا على تيك توك، نخدموا على انستغرام، نخدموا على الببليك تاع انستغرام، نخدموا على الببليك تاع فيسبوك واليوتيوب، سورتو اليوتيوب. فهمت؟ دونك خدمنا دي دوكيومونتير، خدمنا حاجات اللي فولغاريزي على الاخر، ومازلنا قاعدين نخدموا فيهم. مي انا جو با اللي فما قالب موجود في تونس ولا في العالم اللي نحنا كبوبلي نجموا نحطوا روحنا فيه باش نجمو نتبعوه. لا انا نجم نقول لك رانا صحفيين، ولا نجم نقول لك احنا كونتنت كرييتورز. فور بروبابل احنا ميكس نتاع زوز، فور بروبابل احنا حاجه ثالثه نجمو نسميوها لك نهار اخر. ديكور بشرى، احنا اون لاسيوم كومبليتمون، احنا اون في دو لا كرياسيون دو كونتوني، مانيش دون لو جورناليزم بور اي دوار. على خاطر اون بار دو برينسيپ اللي
عنده العبيد اللي كي لو ميتريز على خاطر être journaliste ce n'est pas uniquement pondre un article ou elle معناتها écrire un discours ou elle juste faire une vidéo ou elle quoi que ce soit je pense que عندها des skills لها هي معناتها وعندها حاجات propres aux journalistes donc nous احنا en tant que phase on se détermine en tant que média créateur de contenu d'ailleurs tout le monde le sait je pense on est un média politique donc ma notre louche fi hatta معناتها hatta analyse politique ce n'est pas notre rôle Donc, احنا, ce n'est pas notre rôle et on l'assume complètement. Nous, on est là باش نقدموا des contenus par rapport à حاجات اخرين اللي هما زاد يمسونا برشا في تونس ويلزمهم on continue à en نحكيوا عليهم على خاطر c'est des urgences aussi, tout autant que la liberté d'expression, tout autant que la politique. Quand on parle d'écologie, quand on parle de la femme aussi, même si je pense qu'on se rejoint tous sur ce sujet-là, quand on parle des études, des étudiants, des problèmes, tu as les étudiants, tu as les facs, tu as le système éducatif, etc. Même les sujets sociétaux, les messouna, ahna, lyoum, fi hayatna l'adaya, احنا اونسي خدينا لين اديتوريال هذيك وخلينا التوجه هذيك اي كيما كنت نقول لك اون سي كيفاش نقولوها معناتها اون سي ديتيرمين ولا بلوتو لينا احنا اوني فريمون ان ميديا كرياتور دو كونتينو اليوم باش نسال باش ناخذ جوست باش نقعد في كلام اللي قالوه فما فكره انه لا ريزون انه خليت سي دو ميديا يكونوا موجودين انه فما اون ديفيونس امام وسائل الاعلام التقليديه بين الظفرين يعني جرايد التلفاز والاذاعات اولا كيفاش تفسرها الحاجه هذيا معناتها علاش في 10 سنين معناتها ولات فما اون ديفيونس كبيره تخلي انه دي ميديا بالكبر هذاك بالامكانيات اليوم تلقى روحها اون بيرت دو فيتيس وسنين زاد اجابتك على السؤال اللي قبل انه كيفاش تراو زاد كصحف معناتها نعتبروا انك تمثل الصحفيين يعني وجود فاعلين جدد وبين عين تراوه كيفاش تقيموه او توصفوه انا باش ننطلق في الاجابه بمساله تقنيه احنا ريت الصحافه كيفاش نقولوا راه هذا صحفي وهذا قاعد يقدم في محتوى صحفي وقلت محتوى اكسبريم ماهوش مضمون وهذا يقدم في محتوى اللي تعرف بها ريت فازا انه هو فما عندنا ثلاثه مبادئ اساسيه والا ثلاثه حوايج اساسيه تتبنى عليها الصحافه اللي هو احنا عندنا الاخبار التفسير والتحليل احنا هذيك المهام نتاعنا ديجا كصحفيين نعملوا هذوما وفي نفس الوقت احنا كصحفيين من المهام الأساسية متاعنا اللي هي المهمة الاجتماعية وإلا مهمة صناعة رأي وإلا مهمة خلينا نقوله توجيه الرأي العام كان انتخجو ما منحبهاش أنا ياسر التوجيه ريت فهمت فبالتالي احنا اليوم صحيح نحن واللي أنا تقريبا منهم ريت فهمتي اللي هي الصحافة التقليدية وخاصة أنا مش الصحافة التقليدية أنا أم الصحافة اللي هي الصحافة المكتوبة يعني ريت اليوم فبالتالي أنا اليوم نقول إن احنا لمدة خلينا نقول مش 10 سنين يعني لمدة 20 عام كصحافة تقليدية قاومنا نوع متاع صحافة باقي اليوم قاعدة تفرض في روحها بالحق كصحافة ما نجموش نقولوا ان احنا راهو على فكره ما قاعد ينشر في بوبلي والا ما قاعد ينشر في فازا ما هوش صحافه احنا نشوفوا في ستوري اللي هي شكل صحفي واضح واللي هي تعملوا فيها انتم على الاخر في فازا فهمت بوبلي اللي هي صحافه ناقده بطريقه خلينا نقولوا كرياتيف مختلفه اللي هذه هي اللي احنا اليوم رانا كصحافة تقليدية عنا جزء كبير اللي حكيتم عليه انت اللي هم 8 ملايين تونسي على الأقل نسبة 50% منهم اللي هم أقل من 30 عام رانا ضاعوا منا ما عادش هم السيبل متاعنا ما عادش هم الهدف متاعنا اليوم احنا بقينا كنفك شوية اللي حكيت عليهم قبل ريت اللي ما همش إين اللي ما همش على الانترنت هذاك علاش انا نقول اليوم السؤال ما هوش هل انتم صحافه والا لا هل احنا قادرين ان احنا ندخلوا كصحافه تقليديه مهنيه للمجال نتاع الصحافه اللي تعملوا فيها انتم هذا هو هل احنا قادرين باش نعملوا التحدي هذا خاطر اليوم كان ما عملناش التحدي هذا رانا باش نضيعوا
باش نبقوا وحتى كان بقينا باش نواجهوا الاشكاليات الماليه والاشكاليات التسييريه والاشكاليات نتاع جست باش نزيد شيء فقط في الاطار هذا. لكن ما يمنعش انه احنا كصحفيين متخرجين متخصصين في الصحافه وعلوم الاخبار علينا زاد انه في نفس الوقت في باش ندخلوا للمجال هذاك باش ندخلوه بقواعد مهنيه اللي بلوز او موان باش تصعبها شويه ريت فهمت على اللي سبقونا، وفي نفس الوقت باخلاقيات مهنه اللي حقيقه هو ما يمكن ان هو نعيبه على المواقع هذه الجديده، ان هي مرات تطيح في التشويه، ان هي تطيح مثلا بار اكزومبل في خطابات نتاع كراهيه نتاع تطرف فهمت. بيان سور ماهوش نحكي على اللي موجودين لهنا، لكن ما يمنعش انه فما مواقع مشيت في التوجه هذايا. هكا علاش الصوره اللي خرجت ونسبه المقاومه نتاع الصحفيين اليوم، صحفي كتقول له راهو راهو هذا صنع محتوى بحال ضربته بالذوري فهمت ليه، وهذا ليه ما يجيش، خاطر فما نوعيه نتاع مقاومه نرفضوا قدامها ان احنا نمشوا ونقولوا لا راهو يلزمنا نتبدلوا، يلزمنا احنا اللي نولوا نتكلموا باللغه اللي قاعدين يتكلموا بها المواقع هذه. دون الميكرو عايش فوالا كيما واحد فوالا قلت لك واحد يخدم في اداره قلت له باش نرقم لك الاداره معناها لو انا حاب نكمل في معطيتيني سوبر ترانزيسيون بارابور الحكايه الجماهير، انا قلت انه فما بوبولاسيون كبيره اللي عمرها اقل من 30 سنه اليوم هما تعتبر انه ضاعوا منكم بين الظفرين، فنحكيو مع جوستومون دو دي ميديا اللي يحكيو مع سيت كاتيجوري لا، فنحب نسالكم شنو هما لي زيكجيزونس نتاع البوبليك هذايا فينالمون، شنو هو اللي فيه جديد اللي يخليه اوكي فما لا ديفيونس وانه معناتها اون ريلاسيون دو تونسيون مع الاعلام التقليدي، لكن علاش زاد يتفرجوا فيكم انتم بالاساس فورسيمون، شنو الحاجه اللي مدينها له دون سيرتين مانيير اللي تخليه يجيكم ليكم انتم بشر؟ احنا في فاز الكوميونيتي اللي تتفرج فينا وتابع فينا كل يوم كيجيو يجيو يتفرجوا في حاجات بعض ساعات باش جدد، سورتو كيف تجيب لي ستوديون ولا لي جون ولا لي كلوب اسوسياتيف، العباد تحب تشوف شنو قاعد يصير، مي مش في الظاهر، مش في الـ في الـ في الحاجات المينستريم اون فادير، في حاجات اخرين اللي هما زيدا سي غراس للحاجات هذوكم انك تبني مستقبل. ستادير كي انت تشوف اليوم لي ستوديون تاعك براتيكمون في لي فاك الكل في تونس إليا او موان 3 4 كلوب اسوسياتيف والكلهم ايزون دي بوكو دو بروجي توت او لون تاع العام، يحكيو يجيو يسون بريزون دون لي ميديا يوصلوا كلمتهم وسي يوصلوا البوان دو فيو نتاعهم كلكو بار، الناس كل ترتاح شويه نفسانيا، ما انت تقول اي ما ضاعش منها كل شيء فهمت. ان ميم طون يلوجوا في حاجه اكثر لوديك من الصحافه تراديسيونيل، معناتها اكثر ديناميزم اكثر زاده باللي ريزو سوسيو اللي تعدى قدامك في الفيد نتاعك كل يوم كل يوم كل يوم، ماش عندك وقت مش ماش عندك وقت باش تقرا، مي القرايه ولات حاجه سي مالوغو اديغ راهو سكوندير، يقول لك ما نلقاش لها وقت. باغ كونتر كي تعطيه فيديو وتحط له عبد يحكي ومن بعد تحط له دي زيماج وتحط له دلا ميوزيك والا تحط له دي كونسيبت كيما اللي عملوهم بوبلي ولا كيما اللي نعملوهم احنا، سالو كابت اون ميم طون ماش حاب يتفرج في التلفزه. دونك سي كوم سي سيتي البديل ان بو انتر الصحافه المكتوبه اي انتر التلفزه التراديسيونيل اللي هي قاعده معناتها سور سيغتان سوجي بعيده شويه، اي فو با لوبليي اللي في كوني على الانترنت فما اون ليبرتي اكبر، فما ان ديسكور نجم يتقال ما فيهش اكل entre guillemets je le dis le respect des mœurs في 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 الكوتي ياسر محلول نتاعو فهمت معناتها، وكامل بالسيبلاج يجيك لحاجتك بيه انت. انا حاب نسال زين نفس السؤال علما انه مع دبوب اللي كاينه اليوم انا لابريسيون انه فوزيت بورت بارول نتاع اون جينيراسيون شويه اللي هي ديزون 15 20 او اكثر شويه، خاطر اللي هما حتى حد نريفا كابتي فينالمون، وانه انتم فما توجه واضح كما قلت انت انه استعمال كلام اللي هو ما يتستعملش في اي وسيله اعلام اخرى اللي هو كمان سان شوافور ديجا، هذا علاش مثلا، وكيف كيف نفس السؤال بيبليكوم كيسكي لا دو سبيسيال وعلاش يجيكم ليكم انتم بالبيت؟ مش سالف الكونسيبت نتاع جماعه الجمهور قلبه معبي خاطر دونك كيما فاطمه قلبها معبي الجمهور قلبه معبي توينس قلبه معبي يعني سورتو لي جون. احنا بوبلي اللي ما عرفش بوبلي راهي بدات بجروب نتاع جيمنج، راه بدينا مع تعبيد تلعب اون لين مانيش ديسكورد شويه جماعه ديسكورد اللي يعرفوا ديسكورد على قليل، من بعد لو كونسيبت ان 2015 حبينا نطوروه شويه. بون نحكي بلغه الجمع انا عندي جمع معاهم راه
دونك بوبلي علاش بوبلي علاش جمهور يجي بوبلي خاطر براتيكمون كيما كنا نحكي لكم كيما كنت نحكي لكم قبل كنحكيو بنفس اللغه نتاعهم مرينا بتحي تضم نعيش في دوار هيجر نرى انه بوبلي قريبت لي على الاخر توا كان متفرجه بيان سور نرى بوبلي قريبت لي برشا خاطر تحكي نفس اللغه اللي انا نحكي فيها اي سورتو ما فماش دي تابو في بوبلي معني اي سوجي اللي تنجم تراه انت في راس اليوم ما يعجبكش في بوبلي من غدوه تنجم تلقى سوجي اخر دونك فما المواضيع كلها موجوده على بوبلي فما بوبلي وفريش ما فماش كان بوبلي كها وخاطر هي الاسوسياسيون اسمها اي تي سي دي او وكيما قالت صديقتنا راهو حتى اوكسفورد قال زاد كيف كيف راهو على كل 10 يبارطاجيو لين نتاع ارتيكل سوغ انترنيت عندك 2 بركه يعملوا كليك راهم العبيد ما عادش تقرا وهذاك اللي خلينا ندخلوا فك الريق نتاع الفيك نيوز وكذاك كل العباد بارتاجي من عنوانك هاو دونك العباد راهي ما عادش تقرا اذا يغم حتى كي تدخلوا البوبلي ولا فريش ما كنتش تلقاو قاعدين نكتبوا برشا الحقيقه قاعدين نعملوا برشا على كل ما هو فيزوال العباد تحب تشوف الالوان باه واحنا صغار وقت نشريو قصص اول حاجه نعملوه نبداو نلوجوا على الصور في وسط تبدا تلوج معني من صفحه لصفحه فماشي تصويره هذيك هو الجمهور التونسي اي سورتو جون معناتها شباب التونسي معناها توا وحتى حتى الكبار في العمر كبرنا احنا ريم معني دونك نقعدوا ديما نلوجوا على حاجه مزيانه في القصه ولا في الكتاب نفس الشيء وقت انت قاعد تتصفح في الانترنت تحب تشوف قدامك حاجه مزيانه حاجه كياتير سواء بالالوان سواء بالصوت سواء زاده بالشخص اللي واقف قدامك يبدا يشبه لك ما احنا اليوم كي تحل اي فيديو باش تلقى في فريش اخر فيديو هي في الفيديو نتاع سيف الدين على القضاء نحكيوا على مساله القضاء اللي ما نعرفش كان موزايك باغ اكزومبل تحكي عليه ما توصلش للريتش نتاع بوبلي الوغ كو الفيديو توا نصوره عامله راهي شتر مليون معناها في فريش سيف جون كي تخزر له تحسه تونسي حي تضامن دوار هيشر سيجومي سيدي حسين ما يحكي لك في موضوع القضاء وشنية اللي صاير في القضاء من 2011 حتى لتوا طريقة فولغاريزي على الاخر مزيان على الاخر ويحط له كل شيء قدامك ما في الاخر العبيد قاعدة تتفرج فيه للاخر معني فما عبيد قاعدة تحل في الفيديو هذيك وتشوفها خاطر في الاخر مانيش قاعدين نكتبوا برشا قاعدين نعملوا على الفيزيوال اي سورتو نحكيوا بنفس اللغة نتاع لي جون هذوما ريما انا نسمع البوبليك تحب تزيد حاجه جو بونس كليما اي لي تري امبورطون انه احنا نستعملوا برشا الدارجه والخلطوا بين اللغات اللي هي حاجه نستعملها في الشارع الوغ كو الصحافه المكتوبه بعد ساعات تبدا بالعربي بيرسونيلمون نقولها وجو لاسور ما نفهمش العربيه كلها معناتها فما حاجات تولي لي صعيبه ا مومون دوني معناتها مش الناس الكل باغ كونتر الدارجه والتخليط بين اللغات هذيك 12 مليون الكلنا اون لو ميتريز معناتها دونك الديسكور ديما اقرب ما تتعبش باش تفهم الحاجه ريم انا تو نسمع هكا للمداخلات يعني يقول لك بوبليك جديد عنده دي زيكزيجونس جدد مش حاب يقرا برشا يحب تصاور يحب موسيقى يحب الوان يحب ان ديسكور ديريكت انكارناسيون من عبيد تشبه له اين الصحافه المينستريم من كل هذا معناتها الصحفيين تقولوا معناتها الاعلام السائد هذه حاجه الاولى والحاجه الثانيه هل زاد صحفي الغد sont en train d'être formés le chez هذا خاطر on est en train de voir انه هذه هي l'évolution تاع اللي ماشيين فيها واحنا في وسطها اساسا ف justement ces deux questions كيفاش ترى انت احنا ريت خليني نقول رانا في تونس بلوز او موا مانيش قاعدين نقدموا بنفس المستوى اللي قاعد يتقدم فيه الاعلام والصحافه في العالم انا اليوم مثلا dernièrement عملت فورماسيون على effectivement على الصحافه الجديده اللي هو تسمى فاللي كانت عاملنا في التكوين هذا ريت فهمت حقيقه انا فاجئتني العمر نتاعها ما هوش نتاع التكوين اللي تعمل فيه فهمت فاستغربت انا كيفاش يعني قلت له يعني كيفاش هي تعرف هذا الكل قلت انا اصغر منها تقريبا في نص عمرها كيفاش هي يعني وصلت انها هي عرفت هذا الكل علاش احنا على خاطر ديما نرجع انا راهو المشكل ما هوش في التكنولوجيا الجديده راه احنا المشكل في احنا اللي احنا ما مشيناش ودخلنا في وسطها ريت فهمت بالنسبه للجزء الثاني وحبيت جوست زاد امام تون عقب شويه على كلام البنات على خاطر احنا كي نحكوا مثلا لو على الصحافه الصحافه مش باش تنحى المكتوبه راه وصحافه التلفزه مش باش تنحى والراديو ماهيش باش تنحى خاطر هذوما تاريخيا وقت اللي جاي الراديو
قلنا راي البريسكريت فهي باش تموت. وقت اللي جات التلفزه قلنا الراديو باش يموت. واليوم هاكم تشوفوا البريسكريت مازال موجود، الالكترونيك و بلوز او موا فيه فهمت اكري، وان ميم طون التلفزه والاذاعه مازالوا موجودين. اليوم عندنا صحيح شكل جديد من الصحافه، لكن راهو با فورسمون ان احنا كوم دي جورناليست باش نمشوا نعملوا اللي اليوم قاعد يعمل فيه بوبلي ولا تعمل فيه فازا. لا، نجموا اليوم نمشوا نعطوا الخبر نتاعنا في تيك توك، اليوم نجمو نمشو نعملو الروبورتاج متاعنا فهمت مقسم على أجزاء بطريقة يبدأ الجون اللي نتكلمو بلغته وفي نفس الوقت نعطوه المادة الإعلامية اللي يلزم توصل له بروفيسيونيل مبارلان وممتن تراعي أخلاقية المهنة في نفس الوقت تكون مؤثر وتكون مغير واللي هو الهدف متاعك كصحفي. فبالتالي كل ما احنا باش نحاولوا ان احنا نجيبوا التكنولوجيا الجديده ونحطوها على الصحافه التقليديه باش ننجحوا في ان احنايا نكونوا قراب من الجمهور متاعنا. احنا مثلا اليوم راهو عندنا دي زيكزامبل ماشيين في الاتجاه هذا، واكثر دليل على ذلك ان احنا تويك اليوم مواقع الفيسبوك الخاصه بالاذاعات والتلفاز، الخاصه بالنقابات، الخاصة برئاسة الجمهورية، الخاصة برئاسة الحكومة، هي الأكثر متابعة وإلى يعني ريت متابعة من قبل اللي على الفيسبوك. اليوم احنا ريت نهار 25 جويليا ونهار 26 جويليا صفحة الرئيس حققت وسجلت يعني رقم مهول في الزيارات بطريقة دورية. علاش؟ على خاطر العبيد قاعدة تلوج على انفورماسيون اللي هي موجودة كان فهم. في نفس الوقت زادة اليوم مثلا راهو حتى بالمواقع نتاع التواصل الاجتماعي والمواقع الجديده والشكل الجديد هذا راهو كي تخرج انفورماسيون فريمون بيرتينونت راهو التونسي يشوفها. صحيح ينجم يشوفها في موقع تنجم في بوبلي تنجم في فازا، اما كي يحب يتاكد منها يمشي الموقع موزايك على خاطر هي صحافه تقليديه قاعده ولا فالسو باي لا ولا تونس تتحرى فبالتالي صحيح احنا الكلنا قاعدين نشكلوا في مشهد اعلامي مختلف ومتنوع، ولهذا هو المطلوب فيما يتعلق بالصحافه وبالاعلام وبالحريات. ربي باش نزيد جوست نقطه بركه، راهو زاده فما كل ميديا عندها الفئه المستهدفه نتاعها، معناتها احنا ما نتوقعوش انه العبيد مثل انكفاده كي تهبط لك ولا نويت ولا الكتيبه كي تهبط لك تقرير استقصائي انه خالتك خديجه في حي الضامن بلزمها تقراه. لا لا لا، مانيش مؤمن انكفاده زاده ولا نويت مش مطالبه انها توصل لخالتك خديجه. راهو احنا نجموا نوصلوا لافورماسيون فيلغاريزي ممكن الحومه غاديكا، اما نويت والكتيبه وانكفاده ماهمش مطالبين زاد. دونك احنا راهو التارجت جروب نتاع كل ميديا زاد. دونك نحكيو على دي زوزاج انفورماتيف ولا ما تدومو فو تريتي بلوتو الاخبار. بعد انا باش نسالكم سؤال اخر نوتامون ليكم الزوز. فازي فازي تفضل. في الاطار هذا انا نحب نتفاعل معاها. اليوم مثلا في العالم زاد راهو ريت فهمت الميديا كي يعملوا يعني مؤسسه اعلاميه تكون مؤسسه ولا يسمع انهم تكون مؤسسه متكامله. خلينا نقولوا مثلا انا كصحافه تقليديه نمشي ونقدم ماده اعلاميه كما خلينا نقولوا كما نواه انكفاضه اي تو سا، و او ميم طون زاد راهي في نواه يبدا فيها جزء منها فولغاريزي، يبدا منها جزء الفيديو نتاعهم. حتى التحقيقات الكبار، التحقيقات الكبار كي تخرج تخرج المره الاولى دون لي نورم ريتو فهمتوا بالشكل العادي نتاعها والا بالشكل اللي المفروض اللي قرروه لها بريسكريت والا في فورما. فمن بعد تتقسم دي فورما صغار. المهم هو شنو هو انك انت تمس الماكسيموم نتاع الجمهور نتاعك وتوصل المعلومه والا الخبر والا الحاجه الجديده اللي باش تجيبها انت كميديا الماكسيموم نتاع الجمهور نتاعك ونتاع الموجودين في غاديكا حتى ولا انترناسيونال ولينا نخدموا اصلا. حم كمل معك في نفس النقطه، هل اللي تحكي فيه هذايا معناتها ترى انه فما وسائل الاعلام جوستومون الكبيره اللي مازلنا اليوم نستعملوها بور لونجو انفورماتيف، معناتها كيما قلت انت لي باج الكبار معناتها باش تعرف الخبر هل صحيح ولا تمشي فما دي ميديا معينين باش تتاكد منهم في الخبر. هل سو جور دو ريفليكسيون تتصور انه موجود، انه لا نيسيسيتي انه الحاجه اللي ينتج فيها الميديا هذاك كبير تلفزه اذاعه او جريده يلزموا على مومون دوني يتطور كيما انت كنت تحكي انه يولي اميكس بين الزوز، خاطر ما تقعدين نشوفوا كيما قلت انت في لي باج مثلا تاع لي ميديا الكبار
اوكي مازال فما لونجو انفورماتيف، لكن لو لوديك اللي حكاو عليه زينة وبشرى هو اللي مازال ناقص شويه. فهل ترى انه خاطر نحسوا زاد ديما كي نحكيوا على وسائل الاعلام الكبيره انه فما جاب جينيراسيونيل، انه فما ناس اللي بتاتر ماهيش تبع في الـ في الـ في الترند فينالمون الحاجه اللي قاعده تصير. هل تصور انه فما وسائل الاعلام في تونس ترى روح على قريب تعمل في حاجات تشبه كما كنت تحكي؟ هو راهو الاكيد انها هي الوسائل الاعلام اليوم تخمم سيريوزمون انها هي راهو ريت فهمت في النقله هذه النوعيه نتاع الديجيتاليزاسيون ريت فهمت. صحيح فمثلا احنا كي نمشوا اليوم في موزايك نلقاها انها هي راهي من اكثر مثلا المواقع نتاعها اللي فيزيتي، من اكثر لي راديو اللي قاعده تسمع، وفي نفس الوقت مشت للراديو ويب اللي هي بيان بلوز موان تلفزي، في نفس الوقت عندها موقعها اللي تخرج فيه تحقيقاتها اللي تخرج فيها ريت فهمت تغطياتها، يعني الكل هي جامعه اليوم. او احنا اليوم ريت كان ما نمشوش اصلا للمستوى هذا كان ما نجموش نعيشوا. ريت صحيح اليوم انا اللي مثلا اللي يوجعني حقيقه انه هو فما لي جون واللي هما انا مثلا بنت اختي كي تعطيني انفورماسيون نقولها منين جبتها، تقول لي من الفيسبوك، نقولها راهي الفيسبوك ينجم يكون راهو غلط، ليه ها تقولي راهو من الفيسبوك كوم سي سي فريمون البلاصه الوحيده اللي تنجم تلقى فيها لي زانفورماسيون، وهذا الفضاء اللي كنت خسروه قبيل الاعلام الكبير معناتها ايفيكتيفمون. فبالتالي يعني احنا اليوم كان ما نمشوش احنا للفيسبوك رانا ما نجموش اصلا نحافظوا على المجتمع نتاعنا. راهي المساله ماهياش مجرد معلومه قاعده تدور على وسائل التواصل الاجتماعي وفي غياب والا ريترا واحنا عندنا جمهور ولا ما عندناش جمهور، هي مسؤوليه اجتماعيه انا نشوفها، مسؤوليه اجتماعيه نقسموها الكل، انا اللي في جريده الصباح واللي هي صحافه مكتوبه واصلا موقعنا خايب وما يتقراش وما يزوروش والكونيكسيون تاع ديما ليه هو حقيقه ما فهمت. يعني احنا اللي صحافه مكتوبه في نفس الوقت راهو راني انا وبوبلي وفازة وفالسو والكل المواقع رانا نتقاسم نفس المسؤوليه الاجتماعيه. اليوم راهو التحقيقات اللي تخرج في نويت والا في انكفاده والا في غيرها من المواقع راهي هي عندها راهي نفس القيمه مع الفيديو اللي يخرج راهو في فازة. هذاك علاش لازمنا الكلنا تتحل عينينا بالباهي ونعملوا صحافه، خلينا نقولوا صحافه جوده خاطر انا ما نجمش نقول راه محتوى صحافه جوده قادره انها هي تاثر وقادره انها هي تغير. انا ما عندي حتى مشكله ان غدوه صناع المحتوى ولا المؤثرين ان اليوم يكونوا في الكور نتاع الصحافه على خاطر راهو من غير ما نأثر انا في لي جون اللي عمرهم 15 عام ما نجمش نعمل مجتمع قادر على التغيير وهو عمره 20 عام. تحبتي حاجه؟ كنا قلناها نفس الجملة بطرق مختلفة أنه أنا بزوان بالديفرسيتي هذيك لازم تكون فما صحافة تراديسيونيل أما الدواء إيفولوي على خاطر سيسي خاطر الوقت هذيك هو على خاطر العالم إلى إيفولوي على خاطر ما نجموش نمشيو أكونتر كوران من عالم كامل. أنت تشوف توا فرانس تلفزيون ما أنت تحل السيت انترنت متاحة الدوخ تحل لي باج فيسبوك نتاعها الدوخ الانستغرام تيك توك التلفزه اون بلوس معناتها سي ولا بيان سور لا راديو معناتها كي تشوف الكل مع بعض سي مواكبين عصرهم سي ان فيت سي سا لازمك جوست تواكب عصرك اي جو بونس كو سي ديفيرسيتي اي تري امبورطانت. انا نحب نقعد في حكايه الديفيرسيتي و جو مدرسه الفازه وبوبلي بيسكون بال دو ديفيرسيتي. هل عندكم صحفيين يخدموا عندكم فينالمون انتوما معناتها في جوستومون الكرياسيون محتوى المحتوى خلينا نحكيوها هكا؟ هل انتم عندكم معناتها تكلموا دي جورناليست يخدموا معاكم بور ايلابوري لي كونتوني اللي تعملوا فيهم والا وهذا خاطر زاد اللي راوه انه زاد لي كونتوني كو بروبوزي ساعات سون ديزانكارني بين ظفرين انه ما فماش عموما محاور دون لي فيديو يعني سي جوست اون فوا والاسئله تتكتب فحاجات كيما هكا كيفاش قاعدين تصنعوه فينالمون المحتوى المعمل شكون فيه بالضبط؟ لا ما عندناش صحفيين، ممكن تعملنا مع صحفيين تنزيل نسألك جماعة ونقول لك، أما لا ما عندناش صحفيين في ليكيب، أغلب ليكيب جماعة الكوم فوالا كل ما هو فيزوال، جماعة الانستغرام، جماعة الكرياسيون دو كونتوني، جماعة الجيمنج، جماعة الديسكورد
ثم نجي أنا اللي هو شوية هكية في النجم نقرب معني بعد إذنك للصحافة. دونك إحنا غيرما شنو نعمل معني نرجع للإكزامبل الأخرين اللي هو متاع القضاء اللي هي الفيديو الأخرانية بالكل شنو صاير مع القضاء في تونس. دونك براتيكمون مشينا لوجنا في لي سورس اللي موجودين مع العبيد اللي نعرفهم. دونك كلمنا فوكاسيون فرونتيير، كلمنا جماعة اللي عملوا ليفر بلان اللي فيهم يذولي خدمته البوصلة وفوكاسيون فرونتيير وبعض العبيد، كلمنا ناس اللي كانت في اللي في دي قبل خاطر فما التقرير نتاع اصلاح المنظومه القضائيه واصلاح المنظومه الامنيه لازمهم يتمشيو مع بعضهم. فما شويه لي كونيسونس نتاعنا احنا زاد كيف كيف خاطر كومي نتبع توينسا ونتبع البوليتيك كل يوم معناها. دونك انا براتيكمون بوليتيك هوليك معناها كان تجي الكلمه. فهذيك براتيكمون كيفاش نعملوا احنا نجي نخرجوا بالايدي شنو فما شنو في توينسا فاش قاعدين يحكيوا شنو فما ترندينغ على السوشيال ميديا شنو فما ترندينغ في تونس فاش حتى في الشارع التونسي ونخرجوا الفكره ها شنو اليوم انا شنو نحبوا نحكيوا الموضوع تالي تالي تالي. ثم نمشيو للعبيد اللي هما مختصين في المجال هذاك. نهار اللي نحبوا نحكيوا على شبه الصحافه المكتوبه وصلت للغالب اللي وصلته اليوم وقت نجم نكلم ريم ولا نكلم مهدي ولا نكلم اي حد من النقابه. ما غيرمون اليوم نحكيوا في مواضيع اخرى دونك نمشيوا للخبراء ولا الناس اللي مختصه في الموضوع هذاك. احنا نعملوا شيبينغ من الاخر ونقدموا المحتوى. بشرى احنا نقربوا برشا البوبلي مي في ليكيب اكطوال نتاعنا احنا عندنا معناتها دوبوي ملي بدينا براتيكمون انا توجور او دي جورناليست فو ان توكا ان جورناليست c'est-à-dire que qui bdi na faza au tout début on avait une journaliste mbad kharjet dès que hi kharjet jet une autre journaliste اللي هي اليوم شاده الريداكسيون اللي هي ليفيا كامارا اللي انتم تعرفوها كي هي جورناليست. Et donc on a toujours eu un journaliste في ليكيب au moins un mais pour l'équipe Mantambad, le reste de l'équipe mahamch des journalistes j'ai une Malcolm ou elle a j'ai une c'est des créateurs ou elle a c'est des gens qui ont des qualités rédactionnelles on bad chaib chaib عندهم افكار عندهم des idées عندهم des opinions اللي هما يدافعوا عليهم ou يبدا عندهم un discours plus ou moins logique كما قالت زينة on connaît احنا c'est enfin نعيشوا في مجتمع تونسي on voit les problématiques ونعيشوا فيهم aussi donc c'est on se base على حياتنا كل واحد فينا على خاطر احنا ونا لا شانس في ليكيب نتاعنا انه ما فما حد يشبه الحد. Donc, كل واحد يعيش في حاجة. Et donc, هذيك déjà, c'est une richesse en soi. على خاطر اللي نعيش فيه أنا, les problématiques نتاعي أنا كبشرة ماهمش les mêmes نتاع أي عبد آخر في ليكيب. Donc, من غاديك. Et puis, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Le trend et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est le miroir un peu de la société. Et donc, j'ai envie de te dire, les fils à fils, ما تلقى شنية الحاجة اللي لازمك تحكي عليها. وكما بوبلي quand on a un sujet bien précis on s'adresse à des experts ou elle a des spécialistes ou elle a en contact des personnes ou elle a des personnes nous contactent. Et d'ailleurs juste اخر 30 ثانيه معناتها d'ailleurs ديك علاش انا موجوده في بوبلي معناتها donc le besoin بتاع ان نعملو تشيك على كل الانفورماسيون قبل ما تخرج donc هذاك علاش انا موجوده. Discussion éditoriale d'une certaine manière. هما ما جاوبوكش راهم على السؤال. اي حسيت وذاك علاش انا كنت نسال السؤال اخر. Juste, أنا نحب نوضح حاجة ليهم الزوز. هما كيحكوا اسكو عندنا دي جورناليست وإلا لا في وسط ليكيب. أنا نحب نقول إن هو راهو احنا كوم دي جورناليست رانا نعرفوا أصلا الجورناليزم إن هو أولا فهمت وإلا خلينا نقولوا منخرتي النقابة الوطنية للصحفيين والحاملين للبطاقات الصحفية المحترفة. هو حامل لشهادة علمية فهمت وهو مقتنع انه هو يحب يكون صحفي خاصه خاطر احنا ما عندناش احنا قطاع مفتوح والقطاع والصحافه هي قطاع مفتوح في العالم الكل يعني راهو اصلا التخصص نتاع الصحافه راهو سيريسامون رانا احنا ولينا نقروا صحافه وعلوم اخبار جينيرالمون هي الصحفيين هم خريجي شهادات مختلفة وخاصة التاريخ والسوسيولوجيا ريت فهمت هما زوز هذوما زوز تخصصات اللي فيهم برشا صحفيين. بعد ظهرت الصحافة المختصة اللي هي فيها صحافة ريت فهمت الصحية اللي فيها صحافة واللي عموم والبيئية واللي عموما تكون زادة فيها مهندسين أطباء محامين وأبخيتو زادة الصحافة خلينا الصحافة نقولوا راهو مهنة أنا ديما نسميها المهنة الضوئية تبدا صحفي يبدا عليك الضوء برشا صحيح تنجمي انت ما تقولي انا راني مانيش جورناليست اما انت قاعده تقدمي في ماده صحفيه على غالب بسؤال خطير هو بحضور النقيب المساله جست ريت فهمت اللي ثانيه انا ما يهمني ان هو كي تخدم خدمه تكون على الاقل تراعي فيها اخلاقيه المهنه وتخلص فيها
convenablement اللي قاعد يخدم فيها على خاطر راهو انك انت تكون تخدم في خدمة في بوبلي وإلا في فازة وتخلص فيها في خلاص أكثر من 90% منها من بوبلي وإلا من فازة وتقدم في المادة والمحتوى اللي قاعد يتقدم فيه رو أنا ك خليني نقول كريم سعودي الحقيقة ما نجمش ناخذ فهمت الموقف التاع أمريت تاع النقابة الوطنية للصحفيين ولا بحضور ريت فهمت النقيب ما نجمش كما يشوف فيك يشوف فيك فهمت خليني نقول إنه هو راهو رك رك أنت صحفي قاعد تقدم في محتوى وفي مضمون بالتقنية يعني الصحفي مضمون إعلامي صحفي في يعني ينضبط إلى أخلاقية المهنة وأنا ريت نعرف بوبلي جيدا ونعرف فازة جيدا وخاصة أنا بوبلي راني نحبها خاطر فريمو لوداس اللي فيه كبير وفوقتها راني أنا قاعد نتفرج في دي ستوري راني ريت فيهم الزوز فبالتالي أنا قاعدة نتلحق نتفرج في مادة صحفية قاعدة تتوجه الفئة كبيرة من التونسيين وخاصة قاعدين التونسيين يشوفوا فيها في رواحهم على خاطر الفيديو راهو كي يحكي واحد عمره 20 عام راهو تقريبا يحكي في ترانش داج متاع زوز ملايين تونسي ولا زوز ملايين وشوي فبالتالي وقتها سؤالي ليك مش نقعدوا فرد حاجة ونفرض جدلا أنه غدوة فازة وبوبلي حبوا يوسعوا للأكتيفيتي اللي هو مثلا يخرجوا يعملوا دي ميكرو تروتوار دي روبورتاج اللي هما حاجات تعرف اللي هما يستحقوا بطاقات يعملوا فيه في بيت ما السؤال هو هل النقابة معناتها تنجم بنفرين تعترف بهذه الانستيتوشن وتوفر لهم ما تعتبرهم صحفيين كما الاخرين وتعطيهم البطاقة انا عطيت الحقيقة متاع ربي راهو ريت فهمت المقاييس اللي تم اعتمادها في اسناد البطاقة متاع الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين وانا ريت انا نمشي الابعد من هذا رانا احنا اليوم كتونس اليوم سي با فريمون اونيكمون القطاع نتاع الاعلام رانا مستحقين بوبلي ومستحقين بفازة يدخلوا للمسار الانتخابي ويدخلوا للمسار نتاع على الاستفتاء ويدخلوا ويفسروا ويوضحوا للتونسيين والترونش داج اللي هي موجوده افيك فريمون الفولغاريزاسيون اللي هي موجوده عندهم شنو يستنى فينا يفسروا الدستور غدوة راهو خاطر انت راك تفسر الدستور او ميم طون راك انت قاعد تو فيز فريمون الترونش داج اللي انت قاعد تحكي معاها انا غدوة راهو في حي تضامن وفي دور هيشر وفي الكل نجم انا ما نوصلش باللي عندي اليوم والا ريت وحتى كي نوصل مانيش باش نوصل للعباد الكل على خاطر فما راهم دي زاديرونس هي راهم عند بوبلي ولا عند فازة اللي صعيب انهم هم يجوني انا دو جوغ او لوندومان انا اليوم مستحقه لهذوما الكل ان احنا نصنعوا راي عام على الاقل خلينا نفسروا الساعه المره الاولى اللي هي المهمه العاديه خلينا نعملوا الاخبار الساعه اللي هي المهمه البازيك نتاع الصحافه ريت باش نوصلوا ان احنا على الاقل غدوه ما نقولوش رانا اون غاتي فريمون كلكو شوز تري انتريسون في حياتنا وفي مستقبلنا واحنا لينا 10 سنين واحنا في نفس البلاصه هوني ونتعدل تم الاخرين دايره خط الوقت قريب يوفا اللي حكينا عليه الكل معناتها اللي تعمل في بوبلي شنو الامور نهج البوست اكسترا فازا بناك اكسترا كل عنده كلفه باش نحلوا باب الفينانسمون ونحكيوا على لا ديورابيليتي نتاع المؤسسات هذه وحتى زاد لي زونجو للميديا ماينستريم يظهر لي الكلنا نعرفوا انه اليوم ما فما حتى موديل ايكونوميك فيابل سور لو نت مازال ما تلقاش الموديل لا حتى في العالم معناتها كنت تحكيوا قبيل على انه حتى وسائل اعلام كبيره برشا بامكانيات هائله مازال تتلوش في الميكس في الميكس هذايا اليوم رينا بمسي في إشيل أخرى أنه تعدينا في رغم اللي الثقافة مش موجودة معناتها عند التونسي أنه يخلص بور دو لانفورماسيون أو بور دو كونتنو بين الظفرين لكن رينا مثلا في رمضان الأخراني وجود البلاتفورم اللي هو حاجة جديدة واللي هو أبيل للمستعمل التونسي أنه يشارك فينالمون في الانتاج متاع الحاجة هذية هل اليوم نتجه على الاقل بور فازا وبوبلي اللي هما فوالا سي يونيكمون بازي سور انترنت على نهايه لا غراتويتي فينالمون انو ا مومون دوني لي ميديا باش يكبروا بطريقه انو باش تخلي المستوى نتاع الانتاج هو بيدو والاكزيجونس هذيك والجانب الفيزوال كرياتيف اكسترا هل ا مومون دوني ما فماش ستيب اب يلزمو يصير على مستوى الكونتريبيوشن فينانسيير انو الجماهير هي اللي تساهم ديريكتومون في المشروع بشر جو بونس جايينها ديجا بديت ايوه في العالم فما وفيسبوك حاضر فيها راه خاطر احنا ونا لي زوتي لي منتي لي بتاع فيسبوك اللي ما يشوفوهمش البوبليك
يحضر في أنه يولي سختين كونتينيوت نجم تفرش فيهم كان ما العبد يخلص. المشكل أنه في العالم سبقتخ ديمقراطيزي وبش تتحل، والعبيد راني نقولك إنه سنبا كونتخ أنهم يخلصوا. أنا متأكدة أنه عبد ما هوش ضد أنه يخلص، مش باش يخلص زيد خاطر تشوي سوغ انترنت دونك تحكي على حاجه اكسبونونسييل دونك ماكش باش تحط اسوام خياليه فهمت خاطر تلعب على لو نومبر انت من بعد. المشكل في تونس لا ليجيسلاسيون تاعنا احنا لليوم في تونس ما نجموش نخلصوا على لي فيوز اللي عندنا على فيسبوك تانديسك كي تبدا مثلا البرا قد ما عندك عبيد تتعدى على الفيديو انت ما تحطش بيبيسيتي فيسبوك يحط بيبيسيتي اي يل تو ريمونير كيما يوتيوب كيما اللي هو احنا في تونس يوتيوب ما يسوى شيء لي فيوز لي كليكس نتاعنا ما يسوى شيء دونك سا سي لا ليجيسلاسيون وجايين للمحتوى اللي باش يخلص وجايين للي بلاتفورم كيما بروتيكس اكسيتيرا اللي هما ديجا اي سون طران سو ديفلوبي بوكو ا ليترانجي اي ما فما حتى حد اون فادير متقلق من انه يخلص باش يتفرج في حاجه اي جو تروف اللي هي حاجه عاديه جدا فمش علاش باش تعطي حاجه بلاش علاقه فما عباد تخدم وراها فهمت اخي حتى تلزم خلصوا فيها في ستيك تشوفها في الفاتوره نتاع ستيك معناتها هو الاكزومبل الوحيد داير تاع قاعدين نخلصوا انا مواطن تونسي خلص ولا صحيح قاعدين نخلصوا دونك كونكريتمون ماهيش حاجه جديده سي فري باش تتبدل عليه يلزم باش يولي يخلص محتوى على الانترنت كان ياخذ فيه غراتويتمون سوف كو افوار محتوى ولا ميم ان ارتيك ميم اون انفستيغاسيون جورناليستيك غراتويتمون تتكلف بعد ساعات 6-7 شهور خدمة معناتها فماش علاش باش العبد اللي خدمها ما يخلصش على قد خدمته اي سي الي اكسيلون في ستوري تيلينغ نتاعو في المحتوى نتاعو اي جو دي محتوى جورناليستيك خاطرو محتوى من بعد باش يولي راه كونسي لوديك باش يولي محتوى اي سي تخي بيان اي سي اكسيلون خاطر تقرب الجورناليست للسيتويان معناتها انا جو تخوف سا محلاها إيه فمش علاش ما يخلصش زينة vous avez la même réflexion ما تبديتوا تخموا هل الحاجة هذية حاطينها في الليست نتاع الحاجات جايين البوبلي ولا ما زلتوا تتصوروا أنه كمان خاطر الموديل existant توا هو بلوس موديل متاع منحين بلوس متاع views اللي كي peuvent être monétisés ولا لا هل تخموا في الإيفوليوشن هذية هو لي شوف هو خاطر احنا بيدنا كيما قلت انت بالضبط الموديل ايكونوميك تاع بوبلي براتيكمون مش موجود وهذه القاعدين نحبوا نخلقوه توا انه كيفاش نضمنوا الاستمراريه نتاع بوبلي على 10 سنين ولا 20 سنه وان شاء الله حتى 100 سنه القدام دونك كيفاش بوبلي اذا كان نهار قام قيس سعيد قال لك انا جمعيه ما عادش باش دخل لي فلوس وتمويل اجنبي والعماله الاجنبيه هذيك دونك كيفاش احنا نجموا نواصلوا من غير دي بايور دو فون ميم سي بوبلي راه يدعملوا لاني ماهيش باللي بايور دو فون خممنا في 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 حاجات اللي مش بالضروره لو بايمون يكون ديريكتومون انت تعطي حاجه باش تفرش فيها دونك هو يخلصك عليها مي تنجم تكون تعطي في حاجه اخرى دونك انت تنجم تجي احنا عندنا لي زيفينمون نعملوه مره في الشهر ابارتير من الشهر هذايا ولا الشهر الجاي باش يوليو ثلاثه مرات في الشهر في بوبلي مرحبا بكم الناس الكل دونك لي زيفينمون باي نجم نقول لك الفا ولا باش تجيبوه انتم من بعد او غدوه بلوتو ولا نجيبوا لك حد اللي معروف ستاند اب كوميدي كيما نجم نعمل بروجيكسيون تاع دي فيلم اللي مازالوا في لي سينما وكل شيء هذوما سون دي زيفينمون بيي اللي يدخلوا شويه في الموديل ايكونوميك نتاعنا قاعدين نخمو زاد في حكايه الكراود فاندينغ اللي خاطر كي نجحنا ان نخلقوا كوميونيتي في 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 بوبلي نتاع برشا عباد تبع فينا دونك قلنا انه العباد هذه مستعده اليوم وقت اللي نحكيوا معاهم حتى على ديسكورد مستعده انها سبورت الكوز اللي تخدم عليها بوبلي دونك كي نخمو في الكراود فاندينغ نلقاو احنا عندنا دو بلاتفورم كهو في تونس اللي ما شقاقه وفما الاخرى ما نحفظش اسمها فما اوسي المشكله نتاع القانون في تونس انت حتى كي باش تلم شويه فلوس من عند العباد لازمك تزيد تخلص الدوله في بارتي اخرى يعني الدوله قاسمه معاك ايو سي حتى حكيت الاونلاين بايمنت راهو باش كون تو في تونس اللي عنده كارت ما ديريكتومون ما تلقى ابار لي زيليت نتاع جماعه المرسى وسيدي بوسعيد ما احنا نختار حيط ما ندوريش معناها خلص باليو اس اس دي بالتليفون كيما تصير تشارجي التليفون اوكي هي طورت شويه العمليه avec les trois opérateurs téléphoniques كيما يعملوا فيها في 18 وقت اللي للكوفيد من الاول كيما في برشا حاجات كونت يل فول كونت اون فو اكتيفي سا اون لاكتيف اي سي اون فو لاكتيفي pour que justement بوبلي ولا احنا والا ميم دي جورناليست انديبوندون معناتها خاطر اليوم راهو افيك انترنت نجم انت ان طونك جورناليست انديبوندون تولي ميديا على روحك اكزاكتومون دوك علاش لي فهمت توتافي هو انا معاك 12 مليون ينجم انا معاك على الاخر صفك الفئه المستهدفه نتاع بوبلي راهو الشيء هذا كل راهو ما يتعدوش بيه راهو اغلبهم ما عندهمش حتى كونت في البوست مش في البنك جو بونس كو زيد سي لو رول دو بوبلي ان سنسيبيليز الفئه
نقدموا معناتها كما قدمتوا كبوبليك هما استقدموا معاكم تشوفوا اسكو جو فيدير معناتها كنا على البشرة جست خاطر الوقت ما عادش برشا برشا الناس انا جست في الاطار في نفس الاطار حبيت خاطر هو شفت انت ديجا زوز كل واحد وباش يختار كيفاش هو يحافظ على الديمومة نتاعها هذه تبقى ديما راهو الكوتي اللي كل واحد عنده الخط التحرير نتاعه وعنده الآلية الحفاظ على ديمومته احنا المشكلة زاد راهو في تونس اليوم مشكلة تشريعات زادة احنا اليوم هذا الكل يلزمه يتقنن راهو يلزمه يتكتب نوار سور بلان يلزمه ريت فهمت احنا غدوة خاطر احنا كان باش نحافظوا على الديمومة وفي نفس الوقت في إطار الترانسبارانس اللي احنا ما نحبوش غدوة زادة ريت احنا نبدو قاعدين يجي واحد كما قيس سعيد يقول لنا لا راكم انتم على خاطر زوز والا ثلاثة جمعيات هم تعملوا على خاطر باش يعملوا ريت فهمت طبيب اموال كلنا نتحطوا في سله واحده لا مش معقول احنا اليوم خاطر التحدي الكبير ان هو تكون المشرع نتاعك زاد افيك فيزيون نتاع 100 عام لقدام راه مناش كل يوم خاطر باش نعملوا قوانين وكل يوم باش نعملوا عركه باش نبدلوا القوانين نتاعنا اليوم احنا عندنا مرسوم وجوهنا ولد في كفانا باش يولي قانون وما ولاش وي ضربه ضربتني هددوا فينا رانا باش نرجعوا لتالي فبالتالي زاد راهو الكوتي نتاع التشريعات والكوتي نتاع حنا كيفاش نحبوا نكونوا نتاع سياسات عموميه هذه نتاع الدوله يلزمها تكون عندها رؤيه لهذا الكل رؤيه للاعلام نتاعها رؤيه للصحافه الجديده رؤيه كيفاش البيمون رؤيه لكل هذا على غالب احنا اليوم مازلنا ريت نتحدثوا على حاجه فيرتوال ماناش دايرين اسكو باش تعمل ولا لا لما اللي نسمع فيها انه كانه لي نوفو ميديا سابقين الدوله دون سيرتين مانيير انهم ديجا يخموا في الخطوه الجايه انا حبيت جست نكمل معاك ريم في سؤال وبتتر من بعد اون فرا مود لا فان انت ما تعرف كيف فونكسيون ميديا كبير كيما دار صباح ولا دوتر ميديا وتعرف اهميه الببليسيتي معناتها اللي هو نفس لابورتونس تاع المنحين للي ميديا جدد هل كيف نفس السؤال هل فما زادة تخمام ا مومون دوني دو ديفيرسيفيي زادة المصادر التمويل نتاع حتى وسائل الاعلام اللي هي كبيره برشا واللي كما قلت انت ماهيش باش تموت على خاطر الاكسيسيبيليتي نتاعها كبيره هل فما زادة تخمام انه يولي كما حكينا قبيلة ميكس على مستوى المداخيل هي حكيت فيها بشرة ديجا بكري شوي إنه هو راهو ريت فما آليات راهي راهو اليوم حتى راهي التكنولوجيا جديدة خلقت راهي زادة آلية متاع تمويل آلية متاع خلينا نقوله كسب فهمت اللي الميديا القديمة يلزمها تنخرط فيه خاطر اللي راهو احنا ريت بالكوفيد شفنا انه هو ديجا يعني ريت الحصه نتاع اصلا الببليسيتي تعرف راهو تقسمت تقريبا راهو للنصف او اقل يعني احنا ديجا علاش الاغلبيه نتاع المؤسسات الاعلاميه واجهت صعوبات كبيره وراهي طردت جزء من الصحفيين نتاعها والا خلصتهم تقريبا ريت نصف الاجور يعني في سارتان تون علاش على خاطر ما عندهاش مصدر وموارد رزق واضحة وديما نرجع مرة أخرى زادة للتشريعات اللي احنا ما هيش قاعدة تسمح لنا انا احنا اليوم راهو وريت جوجل راهو المفروض رانا احنا نتعامل معاه وراهو تكون عنا ريت فهمت ديجا مدخول منا رانا احنا لزغتيكل متاعنا اللي قاعدة ريت فهمت تقرأ وتبرتاج راهي على جوجل المرمون نخلصوا عليها راهو غدوة راهو الفيديو اللي قاعدة راهي تتصور ويصورها راهو ريت فهمت الراديو ولا التلفزة وقاعدة تتبرتاج راهو يتخلص عليها ويخلص عليها على خاطر اصلا احنا هذا الكل خارجين عليه مازلنا على المارجينال اصلا لي سوبور ميدياتيك نتاعنا ما في بالهمش انه هو هذا موجود كريمه فبالتالي يعني الخطوه الجديده والجايه يلزمنا الكل ريت نهزوا دينا في دين بعضنا ويا ربي شريت نوصلوا حتى للخط نتاع البدايه باش على الاقل نحافظوا على الديمومه نتاعنا وهذه اليه من اليات الحياه ونقعدوا حيين على الاقل لمود لا فان نبدأ بشرة. Le mot de la fin, c'est que Ena, je suis très heureuse et le paysage, en tout cas interne, aujourd'hui médiatique, qu'il soit surtout le digital, parce que le mainstream des cas, n'arrivons pas les tâches mais en état où ils ne vont pas disparaître, mais d'abord, je forme acteur sur le digital, car cette diversité est très importante. Elle est très importante, qui m'a connu à Narki ou les Sgar, les Amarab Tatachasni ou Bishi ou Akter ou Bishi ou Yekbro, où ils aiment surtout ces médias-là, alcool, qui sont très divers. Et qu'on a on va dire, un seul objectif dans l'idée éditoriale, mais l'objectif final, c'est on donne une information adaptée, une information qui soit sincère et vraie, et que nous allons nous
سورتو لا لوا تتقد شويه parce qu'on a pas on a besoin باش انو نخلصوا على tout ce qu'on fait sur internet. ريب انا اللي نحب نقولها في الاخر انه هو راه احنا زاد في نفس الوقت محتاجين احنا نبقوا نقعدوا مع بعضنا. انا كاعلام قديم وانت كاعلام جديد، انا كصحافه منضبطه للمهنيه وعندي ريت الدستور نتاعي مكتوب ديجا، نجموا رانا نكتبوا دستور جديد مع بعضنا. فهمت؟ على خاطر كان ما نقعدوش مع بعضنا ما نجموش نقدموا. الكور نتاع الميديا اصلا في حد ذاتها يلزمها تقرا من اول وجديد، ويلزمها يكون عندنا حقيقة رؤية القدام قادرين بها ان احنا نقدموا مع بعضنا ونتطوروا مع بعضنا، ان احنا نمسوا كل التونسيين، ان احنا نكونوا بالحق المرآة العاكسة لهموم التونسيين، ونكونوا بالرسمي الفاعلين، ونأدوا في دورنا الاجتماعي اللي مطلوب منا. على خطر حتى التوى احنا بقينا في سيركل صغيرة متاع الحريات والحفاظ على الحريات، وضاعت منا صحافة الجودة، وضاعت منا حقيقة الدور اللي هو الأهم اللي هو دور الاجتماعي. يعني زينة هو كيفاش قلك احنا في بوبلي على القليله خلقت سيله مزينه على الاخر مع العبيد تبع فيها اللي هي كوميونيتي كبيره على الاخر. نجموا معنا قادرين ان نموبيليزيو العبيد هذوما على اي حاجه، ما غير مول اي حاجه مازلنا ما نعرفوهاش هي شنو. دونك وهذيك علاش احنا بيدنا معناتها في بوبلي مازلنا ناقصين بالكدي بالكدي، ميم سي وصلنا للريتش كبير بالكدي مازلنا نحبوا نواصلوا اكثر من هكاك، علاش نخلطوا 12 مليون ونزيدوا نحتلوا ليبيا والجزائر. اما مازلنا ما نعرفوش شنو حاجتنا بعد الكوميونيتي هذيك، وين باش نهزوها بالضبط، ولا احنا وين نحبوا الكوميونيتي تهزنا. دونك هذيك علاش مستحقين ريم ومستحقين موزايك ومستحقين نويت ومستحقين الكتيبه وانكفاضه وهذيكم الكل، في احنا بيدنا باش نعرفوا شنو المسار نتاعنا ولا وين ناويين نهزوا الجمهور نتاعنا. بالعكس احنا رانا منفتحين على الاخر. دايوغ البارح ولا البارح قابلنا كشف ميديا وقابلنا بعض المؤسسات الاخرى زاد امنا بن جمعه زاد كيف كيف وكل شيء. دونك بالعكس منفتحين على الاخر على الكلاسيك ميديا وعلى زاد ديجيتال ميديا الاخرى. تجاوبت البارح باجت بحذنا فاطمه للبيرو. اما وهذه الفكره ان الناس كلها تقعد مع بعضها بالهي شنو الاكسبرتيز نتاعها ولا شنو لي بانفور اللي عندها، نجموا كلنا مع بعضنا ما نخرجوش بحاجه معناها، فماشي ما ننقذوا هالبلاد هذيا. شكرا لكم. مرسي زين الماجي على بوبلي، مرسي ريم سعودي الصباح نقابه صحفيين، بشرى القاسمي على فازا. باش ناخذوا ثلاثه اسئله، فما يد ديجا تهزت، هزوا يديكم ما تحشموش. دونك فما دوزيام كيستيون اي فما سؤال ثالث بين نبداو بالزوز الموجودين. جوست نمدوا الميكرو فوالا، عديوه بيناتكم داير اللي باش يسالوا. لشكون ديستيني وشو السؤال وسريع يا حبذا ريم؟ اوكي سمعت في الندوه نتاع الكتيبه في شهر اكتوبر اللي فات على صحافة القرب، شنو هو الستاتيو نتاعها؟ اسكو ثم اكسبيريونس قاعدة تخدم ولا شنو معناها شنو تتصوروا؟ اسكو ثم صحافة نتاع قرب ولا تنجم تتبنى في تونس؟ باه كنت حاب نتعدي ولا دوزيام كيستيون نجاوبوا عليهم الكل فرد وقت اسهل. شكون السؤال الثاني؟ المريو فوالا غاديك جنبك. وين السؤال الثاني؟ ايمن فوالا. السلام عليكم، صحة. انا فات الكيستيون تاعي على بالنسبه لل ميديا الفاعلين الجدد، هل عندكم خط تحريري؟ معناها كي نقولوا احنا ميديا ابوليتيك ماهوش خط تحريري، والا احنا ميديا نحكيو بلغه الشارع ولا كلام الشارع، مازلنا ما عرفناه. معناها الخط التحريري هو اللي باش يحدد هويتك كيانك انت، شنو تحب تعمل، باش ما تقعدش تقول ماناش عارفين على رواحنا وين ماشيين وشنو باش نعملوا. لانه في اعتقادي انه معناها الاليات الجديده هذيا ما فماش توا حتى ميديا كلاسيكيه ما دخلتش فيها وما عندهاش معناها مختلف، معناها لي ريزو سوسيو ماهيش موجوده فيها بطريقه او باخرى.
بخلاف معناها الريزو سوسيال الأولاني اللي هو الفيسبوك في تونس، معناها الميديا كلهم كلاسيك ولا جديد تلقى ولا والناس كل فهمت اللي عندهم. الميديا الكلاسيك يحتاج التقني لان تكنيسيان الميتريز اللي تكنولوجي جدد هذوما، يجي انت دب واحد تقني ويعديله الفكره اللي عنده الكونتينيو باش هو يترجمها باللغه الجديده هذيك بالامكانيات التكنولوجيه الجديده باش يترجمها الرساله باش تترجم بلغه جديده اللي يفهموها اللي جون مثلا. في حين انه اللي فقط هو يعمل في الكونتينيو وما عندوش العقل الصحفي ولا يقادر اولا باش يختار له لي زانفيتي الباهين باش ما نطيحوش في الكوبيناج، الموضوع الفلاني عندي صاحبي تو يجي يحكي فيهم، فهمت؟ للاسف العقل الصحفي هو اللي باش يحدد لك زاده انك مثلا ترجمتش معناتها انا ابوليتيك، لانه ما عادش فما معناها في واحد فماش حاجه ابوليتيك خاصه في الميديا مهما كان نوعها، معناها الضرب العام مثلا لي ميديا الكل تعرضوا له، فهمتني؟ موضوع سياسي ما نجموش نقولوا احنا جوست احنا رانا ابوليتيك وكانه معناها لي ميديا هذوما. نحب نسال هل انه لي ميديا هذوما الجدد معناها واعينش معناتها خط تحريري وفاهمين وعندهم خط تحريري يدافعوا عليه ويوصيوا فيه اللي يخدموا معاهم والا لا؟ هذا هو السؤال. شكرا. انا انتروزيام كيستيون بان جاوب عليهم الكل فرد وقت. عسلامه، مرحبا بالحضور الكل، عسلامه زينه. حبيت نسال بعد ما سمعتكم تحكيوا الكل، هل فما نقاط تقارب ما بيناتكم الثلاثه حقيقه تشوفوا فيهم؟ انا نشوف في الصحافه المكتوبه حاجه اخرى، ديما المعلومه كما كنت تحكي مدام المعلومه الحقيقيه نجموا ناخذوها من عندكم انتوما، ولكن فازا والا بوبلي اوكي اكتشفناكم مؤخر، فما حاجه فما برشا سياسه بطريقه اللي هي سخريه وتقدم في المعلومه، ولكن فازا معناه فما نوع من التقارب ما بين الثلاثه، ما بين الصحافه المكتوبه، ما بين بوبلي وما بين انتوما، يعني الحقيقه تعرف اللي فما شويه نوع من اللوم على اللي يعملوا في المحتوى اللي ماهوش محتوى يعني اللي نحنا يمكن نتناقشوا فيه والا نحبوه الكل، فما نوع من المحتوى المغاير معناه كما قلنا اللي زانستغرامز العبيد اللي طلعت هكايه باللي غوزو سوسيو، دونك هذا هو السؤال. يعني فما ان دنيير كيستيون une toute dernière question. Ah deux. Ben vas-y ou بعد نكمل. Ouais. كان فما شكون قبل ما يسال. لا لا vas-y vas-y تفضل تفضل. يعطيكم باختصار juste au cas. يعيشك. تتانتري وبو ديبا حكيتوا فيه على برشا حاجات. بتتر بنعرفوها هذا. نقاط تعرفين يعطيكم الصحة. بالنسبة لبوبلي وفازا je vous propose في question. Et le matin, je te crois de manière à la traduction. Juste la traduction, c'est-à-dire, je vais te dire, 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 peut-être que tu as dit à la Nawet, à l'Inkifaza, etc. Peut-être que tu as dit à la Nawet, à l'Inkifaza, etc. اللي انتوما باش تفهموه بتاتر اللي ما يفهمش للذاتر ميديا دين بار ذاتر بار إلى متى باش تقعدوا تمحوني في كلمة تشربوا العباد اللي هما يحبوا يشربوه، علاش ما تعملوش نوع جديد وتحطوه برمي العباد معناها الحاجات اللي قاعدين يوليوا يشربوا منها؟ أتكتي كومبريم تؤالي واضح ولا واضح تي لكرياتيفيتي دكار جستو راك سؤال أخير غاديكا مرسي شكرا على المداخلات جوست سؤال برك وبالحق كيفاش سميت استغلال النفوذ هذايا خاطر باش نسال سؤال سميه كيما تحب اما مادامك تسميه استغلال النفوذ سي كوم اكشن بوليتيك انا دونك ديجا يا ان بارتي بري بوليتيك لهنا دونك جوست حبيت نسال سؤال قصير برشا اللي هو دي اكسبيريونس كيما فازا وبوبلي ديبوند ديريكتومون دو فيسبوك انستغرام تويتر معناها contrairement aux expériences préexistantes qui créent des comptes à les différentes plateformes et réseaux sociaux, l'existence même, la publication même se fait directement sur ces supports. Là où il y a des censures, là où il y a des publications payantes,
لو كان les algorithmes نتاعهم يعملوا دي شانجمون راديكو اي يون ا او معناها ديبي لا كرياسيون دو فيسبوك باغ اكزومبل دي شانجمون راديكو في les algorithmes نتاعهم كيفاش باش تعملوا باش توصلوا تتوجدوا لو كان تتبدل لدون فيسبوك انستغرام يوتيوب وهل انه هذايا مطروح بالنسبه لكم تساؤل حول استقلاليتكم في المستقبل بارابور لي ريزو سوسيو هذوما اليوم لي غافا معناها في الاخر بالكل نعرفوهم فماش قطوس يستاد الربي وشكرا. الور خمسه اسئله صحافه القرب لين اديتوريال معناتها ابداو كيما تحبوا كل واحد يجاوب على السؤال بون فما الاسئله اللي هما ديستيني ديريكتومون ماذا بينا كان فوالا تجاوبوا عليهم. انا باش نحاول اني نجاوب على في الجزء اللي اللي خلينا نقولوا نتاع الصحافة ما هوش نتاع خليهم ليهم هم الاخرين. بالنسبة لي سؤال نتاع صحافة القرب ابخيتوريت هو راه فماش ما نحكوش على فما صحافة قرب راه احنا القاعدة الأساسية في الصحافة هي صحافة القرب. انا راه على فكرة يعني كي نقروا نقولوا احنا راه اول حاجة مطالب انك انت تحكي عليها اللي هو انت لو موا يعني انت الصباح حريت مثلا ركبت في تاكسي ولا موقف لكش تاكسي فهمت نجم تخدم نهارتها على التاكسيات اكثر حاجه لموال اللي هي بيان شور هذاك هو صحافه القرب. بالنسبه للي سوبور ميدياتيك ولا للميديا نتاع صحافه القرب اللي هي احنا بدات التجربه عندنا من 2011 واللي هي الصحافه الجمعياتيه واللي كانت واللي لقات المره الاولى ريت فهمت دعم نتاع لي بايور دو فون ديما انطلقت وتأسست في عدد من الجهات كيف مثلا بار اكزومبل قفصه اللي هو صوت المناجم والا ريت راديو الرقيب كيما ريت عندنا ريت السيده مؤخرا بون سيده او موا على الاقل هي داخل جمعيتيه داخل الجمعيه على الاقل عندها ريت فهمت لكن هذوما تم بعضهم لكن على غالب تقريبا اكثر من نصفهم ضاع وكما صبرا فهم وكما فما برشا ريت هما الحقيقه وتقريبا في عدد من الجهات تاسوا لكن على غالب كي مشت لي بايور دو فون والا انتهت العقود ما بيناتهم واجهوا اشكاليات في الديمومه وعدد منهم اغلق بصفه نهائيه على غالب هذيك هي صحافة يلزمها على الأقل المرة الأولى راهو الموتور اللي تمشي به واللي هو ما نجموش الحقيقة من غيرها نقدمه. شنو آخر جست البنات زينة وبشرة على لا ديبندونس و ريزو سوسيو معناتها أنه رفيت مش لي بشجيب فما صديق وسأل على الخط التحريري واللي احنا عمرنا ما قلنا لي احنا أبوليتيك بشرة قالت احنا أبوليتيك احنا وني با أبوليتيك الحياد راهو في بعض القضايا الكبرى هو في حد ذاته جريمة معني فاحنا عمرنا ما قلنا أبوليتيك دجا تنجم تشوف الباج بتاع بوبلي تنشوف الباج بتاع فريش ولا لي سيت نتاعنا مانيش أبوليتيك بالعكس احنا في وسط البوليتيك باش ما نقولش كلمة أخرى. الصديق اللي قال خطنا احنا عندنا الخط التحريري ما فماش لحظه هاني جايته هذيك احنا مانيش ميديا ما نعرفوش رويحنا كميديا احنا ديجيتال كرييتورز ودجا سالق بليك في راس السؤال هذا وقلت له احنا ما عندناش بوكس نتحطوا فيه احنا تنخلقوه البوكس هذيك بشوي بشوي وقت اللي احنا بدنا نفهموا وين نحبوا نهزوا الكوميونيتي نتاعنا ولا الكوميونيتي نتاعنا وين باش تهزنا كبوبلي دونك ولو بالنسبه اللي حكيت لي زانفيتي وكل شيء ماهوش العقل الصحفي راه اللي يقول لك شنو تجيب شكون تعرف هذيك في مثلا في العركه نتاع القضاء توا مش العقل الصحفي باش يقول لك راه انا صح ميديا وباش نجيب حد من جماعه المجلس على المؤقت القضاء ولا المجلس على القضاء القديم ولا اللي هو ليه هو العقل البشري راهو اللي تبع شوي سياسه مش العقل الصحفي دونك فقط بعد هذه احنا رانا عمرنا ما قلنا احنا ميديا احنا وير ديجيتال كرييتورز نخدموا على الكوميونتي تاع السوشيال ميديا وديسكورد وغيره لكن مانيش مضطرين يكون عندنا خط تحريري راه وهذا يقول ليه ديجا قبل برشا مرات الصديق اللي سال على نقاط التقارب في فما لا ديبوندونس او ريزو فما نقاط التقارب فوالا نقاط التقارب سي ما ديجا كنا نحكيو فيها ممكن قبل ما انت تجيب بالضبط بالعكس معناها احنا مستحقين الكونتوني اللي تخدم فيه موزايك تخدم فيه نوي تخدم فيه تخدم فيه انكفاده والكتيبه وغيرهم باش احنا بيدنا نجموا نفسروا للعباد وماناش رانا معناها الصديق اللي قال جست قاعدين تعاودوا للعباد في اللي قالوه الجماعه الاخرين لا احنا في باسار احنا قاعدين نفسروا في المفسرين اوكي نفسروا للمفسرين اللي هما صحفيين تاع الصحافه الكلاسيكيه سامحني سميتكم مفسرين انا غالب جيت كنكيك
دونك احنا ما اون في با لا تراديكسيون سولمون احنا زيد رانا قاعدين نفسروا لهم شنو هو معناها التقرير الاستقصائي اللي هبطت ونويت ولا نويت فاش قاعده تخدم ولا علاش مروان المبروك الناس كلها تكره في تونس ولا حاجه كبيره احنا قاعدين نفسروا فيها باللغه نتاعهم وانا ما نعرفش انت ماش خاطر بابارامون ما تعرفش بوبلي دونك جديده دونك ماذا بيا تدخل للباج تاع بوبلي والباج تاع فريش فريش اف ار 2 اس اش وتعمل طلع على بوبلي ومن بعد نجمو نعاودو نحكيو مره اخرى رانا ما نجموش تجيو ريت كي تبدا تلعب في البازل كل قطعه في بلاصتها احنا هكيكا في بوبلي كل قطعه في بلاصتها دونك ما تنجمش تجي تحطنا في في في, في قالب واحد اخر وتحب تفرسينا في بازل واحده اخرى معناها دونك سي سا بشرى على توت ديرنيير كيسيون على لا ديبوندونس لو ريزو سوسيو معناتها شنو يصير كان غدوه فيسبوك يوتيوب اللي هو يقرر انه المحتوى اللي تنجو فيه انتم ما عندوش مكان وما عادش يتعاد سي اون تري غران كيسيون السؤال اللي هو معناتها الحق ساعات كوتيديان ننساوه مي ساعات هكا يضربك في وجهك وتقول اي سي فري وكان غدوه هكا وكان غدوه هكا قاعدين نخمو قاعدين نخدمو قاعدين نشوفو قاعدين خاطر غدوه ما فماش فيسبوك فماش انستغرام فماش تيك توك اتسيتيرا باش تعمل ابليكاسيون ولا باش تعمل سيت ولا هو باش نحكيو على القفا احنا دون طول ايكا فما جوجل معناتها غدوه في الايام هو ما يعينوش شنو نعمل دونك جو بونس اللي راهو زاده هذوما الكل سي دي زوتي اي سي دي بلاتفورم كي سون لا بور اكزيستي من بعد اسكو هو باش يبدل لي الالغوريتم بدلهم مليار و200 مره اي سي با فاسيل اما Étant donné que son objectif final en tant que réseau social, c'est de gagner de l'argent, mais ne jamais chez Nahi la boubli, là, ahna khatr njiboulou fou l'argent, man, et à l'abd, et l'iqaad, et t'farrj le consommateur, ou à hachtoubi, je suis dépendant. C'était ça la question. Si demain, pas ma sansra, et si demain, il change les algorithmes, et si demain, il. Lele, hâta le réseau à la mustawe global, man, et à. السنسرة في تونس قيس سعيد ما تنجمش خاطر بالعبيد هذوما وبرشا اخرين وباللي جان تشوفهم يحكيو في الشارع ما بلو بيرسون نو بي لي زاريتي لا قيس سعيد لا اللي جاي من بعده ولا اللي جاي باش يكون من بعده راهو اموان كو سا دوفيان يحطونا الكل في حبوسات وي بوتيتر مي سينون بوفوار فير تير ان بوبل ابري بريسك 11 ans انه يتكلم في اللي حب سا باري ديفيسيل وجست تاريخ صغير مثلا حاجه زي صارت مثلا على حرب الحرب الروسيه الاوكرانيه وبرشا محتويات روسيه لي ريزو اون ديسيدي انه ما عادش عندهم مكان دي جور لوندما فهذا هو روح روح السؤال يا فراس راهي اللي تحكي احنا تونس بنحكيو انه سان كات فيغور اللي صار انه في الاخر وسائل الاعلام كي سون بارتي بور اكزيستي سور لي ريزو لي ريزو قرر انه ينحيهم بور اكس ريزون هذا هو انت احسب روحك اليوم في فيلم كم تاع بلانت اوف ذا ايبس ولا ذاك ما عادش فما انترنت الكل باش نموتوا راه كل ما فما مش كان بوبلي وفازا وما عشا كلنا رانا انا ما حبيتش بما فيهم قيس سعيد والباج نتاعو ما حبيتش نختم النقاش كلنا باش نموتوا ما نخبيش عليك اما معناها ما فما حتى ميديا ولا حتى قيس سعيد مازال ينجم يوصل لانفورماسيون الى ان نخلطوا للمرحله هذيك يا ثامر تو نلقاو الالتيرناتيف تاعنا صحيح دوتون بلوس ليكزامبل كو تو دوني اكبر بياسر اللي نحكيو فيه احنا توا روسيا ولوطان لا ما حبيت تقول انه هاي حاجه صارت اللي ما كناش نتصوروها انها تصير شكرا شكرا ميرسي بوكو اللي جيتوا يعطيكم الصحه على اللي قبلتوا الدعوه ميرسي على الحوار نشكركم اللي جيتوا على الاسئله نتاعكم تقعدوا اللي تفرجوا فينا على باجنا وتكملوا تقعدوا يعني دوزيام ديبا اللي باش يبدا ان شاء الله ربع ساعه اخرى بيروت من بيروت الى تونس خيبات من بيروت الى تونس ماذا بعد مع نقيب مهدي جلاسي باش يكون بحضرنا اوريون 21 ميد في مينسويا ليغال اجندا ونوات ويرى اون انونس من نوات قدو ما تبعدوش سينو نعاود نذكر بالبروغراماسيون تاع الفيستيفال غدوه ان شاء الله جورني دو كلوتور فيلم زنقه كونتاكت الاربعه تاع العشيه الو كونسير دو كلوتور مع الفا يعطيكم الصحه اللي جيتوا ان شاء الله نوتر ديبا ميرسي بوكو